قال المؤلف رحمه الله: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. صدقة الفطر هذه من جملة الأحكام والمسائل والمطلوبات المتعلقة بالصيام والمتعلقة بشهر رمضان المبارك. ولهذا قيل صدقة الفطر وزكاة الفطر، وفي بعض الألفاظ زكاة الفطر من رمضان أو صدقة الفطر من رمضان. فكل هذه الأسماء والإضافات تدل على المقصود، وأضيفت إلى الفطر لأنها بسببه، فأي الصدقة بسبب الفطر، الصدقة بسبب الفطر أو الزكاة بسبب الفطر، وتسمى زكاة البدن في مقابل زكاة المال، فهي يزكي بها المسلم نفسه، ولهذا فسر بها قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى يعني أخرج زكاة الفطر وصلى صلاة العيد، هذا على تفسير بعض أهل العلم. ومعلوم طبعا أن اسم الزكاة سواء كانت زكاة المال أو زكاة البدن التي هي زكاة الفطر، اسمها يدل على غايتها في الشرع، وهي التزكية، تزكية النفس وتزكية البدن وتزكية المال. ولهذا يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. على أنه مما ينبغي أن يعلم أن فرائض الإسلام ومطلوباته وسننه وآدابه كلها تشريعات من أجل زكاء النفس، ومن أجل أن تبلغ المكان السامي من الخلق الرفيع والتهذيب والتأدب في الباطن وفي الظاهر. عناية الإسلام بتزكية الإنسان وتزكية النفس، وبخاصة إذا ما حاول بعضكم وبخاصة طلبة العلم أن يتأملوا موارد كلمة الزكاة والتزكية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وكيف أن مواردها تدل على العناية التي ينبغي أن يتأملها كل مسلم، فضلا عن طالب العلم، من أن مراد التشريع هو تزكية النفس، بل إن مهمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله سبحانه وتعالى هي التزكية، في قوله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهو من مهام بعثته عليه الصلاة والسلام أن يزكي النفوس، فكل التشريعات مقصود بها أن يزكي الإنسان نفسه، يطهرها فتكون على درجة من الصفاء، وعلى درجة من التهذيب، وعلى درجة من الخلق السامي. ولهذا ذكرنا كثيرا بأن ثمة آية في كتاب الله تتعلق بالتزكية: سبقت بأحد عشر قسما، سبقت بأحد عشر قسما، كلها أقسام من الله عز وجل، أو إقسام من الله عز وجل بأنه، وتعرفون أن القسم لا يؤتى به للتأكيد، تأكيد الشيء، وبخاصة إذا كان قسما من الله سبحانه وتعالى. فقالوا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس
وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قد أفلح من زكاها. هذا هو جواب القسم، هذا هو جواب القسم، قد أفلح من زكاها. إذا كان الله عز وجل كان الله سبحانه وتعالى يقسم أحد عشر قسما كما لو قال سبحانه وعزتي وجلالي وأتى بأسمائه سبحانه وتعالى أو بأحد عشر اسما من أسمائه بأن كذا يترتب عليه كذا وأقسم بكذا وبكذا 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 أنه قد أفلح من زكاها، مما يدل على ضرورة أن يعتني المسلم بهذا الباب وأن يعلم أن الصلاة والصيام والحج والزكاة وكل أوامر الشرع التطوعات صدقة التطوع صلاة النافلة التخلق بالأخلاق الحسنة كل أوامر الإسلام وكذلك ترك النواهي كلها من أجل التزكية. فتأتي الصدقة هذه صدقة الفطر أيضا لتنضم إلى هذه المطلوبات الشرعية لتزكي النفس، ومن هنا سميت زكاة، سميت زكاة، وكما أن زكاة المال سميت زكاة لأنها تطهر المال كما أنها تطهر النفس من الشح وتطهر المال من الآفات. خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وليس هذا مجال حقيقة، كان يودي لو كان عندنا وقت لاستعرض الآيات فيما يتعلق بالزكاة والتزكية، وهذا مهم جدا، بودي أن يعتني طلبة العلم بهذا، وأن إما كشيء كمقدم أن يستعرضوا مثلا من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم موارد الزكاة وزكاة ويزكيهم وتزكى ويتزكى قد أفلح من تزكى في 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 كثير من الموارد حتى يرى سياق الكلمة وما سبقها وما عقبها وموردها، فإنه سوف يرى في ذلك عجبا ويدرك فقها دقيقا لهذه الألفاظ ولمواردها. وهكذا ينبغي لطالب علم في مثل هذه الأمور حتى يكون عنده تصور كلي وتصور شمولي لمثل هذه الأشياء، فسوف يجد عجبا، وبخاصة أن القرآن من عند الله عز وجل ووحي من الله سبحانه وتعالى وهو معجز في لفظه ومعجز في معناه. ولكن على كل حال نشير هنا فيما يتعلق بلفظ الزكاة ما يدل إن شاء الله على بعض المقصود. فزكاة الفطر كما قلنا أضيفت إلى الفطر الذي هو الفطر من رمضان، بمعنى أن إذا أفطر المسلمون بعد صوم شهر كامل تأتي هذه الصدقة. وسوف تدل أحاديث الباب على شيء من حكمة هذه الزكاة أو من حكمة هذه الفريضة. فقال باب صدقة الفطر. قال عن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فقالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، حمل كثير من العلم على أن فرض هنا بمعنى أوجب، فرض بمعنى أوجب. فرض في اللغة لها معنيان، لها معنى أوجب وبمعنى قدر، فبمعنى قدر، وكلا المعنيين هنا وارد. فلك أن تقول قدر رسول الله زكاة الفطر صاعا، وفرض بمعنى أوجب. ومن هنا كان خلاف أهل العلم في هل هي واجبة أو مستحبة، وإن كان الجمهور على أنها واجبة، لكن من قال إن ليست بواجبة فإنه يحمل فرض بمعنى قدر، فرض بمعنى قدر. واصل الفرض كما هو معلوم في اللغة هو الحز والقطع، ولكنها وردت في مصطلح الشرع بمعنى الإيجاب، فريضة من الله، مثلا في الزكاة حينما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، بمعنى إيجابا. هنا لا تحتمل إلا هذا المعنى. فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر. فإذا قلنا إن فرض ما نقدر أصبحت صاعا مفعول، يعني قدرها صاعا، وإذا قلنا أوجب أيضا تحتمل أن تكون تمييز زكاة الفطر صاعا، وتحتمل أن تكون مفعول.
يا بدل من الزكاة، ما تكون إما أن تكون بدل من زكاة أو أن تكون تمييز. صاع من تمر، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، وهو يقابل ما يقارب احتياطا 3 كيلو، وقد يكون أقل من ذلك بقليل، لكن الأحوط أن يكون 3 كيلو، وما بين كيلوين ونص إلى 3 كيلو، والأحوط أن يجعله الإنسان 3 كيلو بالوزن. من تمر أو صاع من شعير، طبعا سيأتي معنا رواية أخرى صاعا من طعام، وهي في الصحيح أيضا صاعا من طعام. فإذا قلنا صاعا من طعام، والطعام مطلق يشمل كل ما يعتبر طعاما أو كل ما يكون مطعوما بمعنى طعما رئيسيا، كالأرز والشعير والدخن والذرة وما يتخذه أهل كل إقليم وأهل كل بلد يعتبر طعاما. فإذا قلنا صاعا من طعام صار يصح في زكاة الفطر كل طعام أهل البلد على حسب عادتهم وعرفهم. لكن هنا ذكر نوعين وهما التمر والشعير، وهما أيضا مطعمان معروفان. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. أيضا سيأتي معنا والغني والفقير. فسميت زكاة بدن فهي ليست مرتبطة بالغنى، يعني ليست كغنى المال. المال يشترط فيه نصاب كما هو معلوم، واشترط فيه شروط كثيرة، لكن زكاة البدن لا، يكفي فيها أن يكون عنده ما يفضل عن قوت يومه فقط، ما كان زائدا فاضلا عن قوت يوم العيد فإنه يخرجه، إن كان صاعا فيخرجه، وإن كان أقل فيخرج ما عنده، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان أقل من صاع، لو كان إنسان ليس عنده إلا يزيد عن قوت يومه بربع صاع مثلا، نقول أخرجه. فإذا زكاة البدن أو صدقة الفطر ليست مرتبطة بالغنى، وإنما كان في الحديث هنا للعبد، على العبد، على العبد وعلى الحر وعلى الذكر والأنثى والصغير والكبير المسلمين. وطبعا العبد يعني معروف أنه في كما يقول الفقهاء أنه لا يملك، العبد أنه لا يملك، فإذا كان لا يملك فيكون المتوجه الخطاب هو لسيده. والحر والذكر والأنثى طبعا ما دام البالغ لا شك أنه مكلف، البالغ مكلف من ذكر أو أنثى. والصغير إن كان له مال فإن ولي ماله يخرج منه، وإن كان ليس له مال فإن من ينفق عليه أيضا يخرج عنه. والكبير وكذلك الغني والفقير، قال أما الغني فيزكي الله، وهو الفقير لما سأتي معنا أيضا. من المسلمين هذا يدل على أنها ليست مطلوبة إلا من المسلمين، بمعنى أن الكفار لا يخرجون، وبخاصة كما ذكر العلماء إذا كان عبده كافرا، إذا كان مسلم عنده عبد كافر، أو إذا كان تحته أمة كتابية، تحته أمة كتابية. فالجمهور على أنها لا يخرج عنها زكاة فطر، لا يخرج عنها صدقة فطر. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يخرج عن عبده الكافر وعن أمته أيضا إذا كانت كتابية، باعتبار أنه قال المسلمين هذا للمخرجين لا للمخرج عنهم. هذا مذهبه رحمه الله، والذي يبدو لأنها مخاطب بها المسلمون سواء كانوا مخرجين أو مخرج عنهم. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا هو وقتها المستحب، وهو أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، لأن المقصود بها هي كما سوف يأتي معنا في بعض الروايات أنها يغنى بها الفقير ذلك اليوم حتى يغنوهم عن السؤال. فإذا ما أخرج في نفس اليوم هذا يكون كفاية أن لا يحتاجوا إلى أن يسألوا، وأيضا حتى يكونوا مع الناس لا يشتغلوا بتحقيق بطلب المعاش، لا يشتغلوا، وإنما وقت عيد ووقت تزاور ووقت شكر لله عز وجل بعد انتهاء هذه الفريضة. فإذا أعطوا ما أغناهم عن أن يطوفوا ذلك اليوم على ذلك حتى يشاركوا المسلمين فرحتهم وأن لا يشتغلوا بطلب المعاش. ومن هنا كان أفضل وقت استحبابها أن يخرجها الإنسان قبل يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني إلى صلاة العيد. واختلف العلماء متى بدء وقت وجوبها. فذهب الإمام أحمد رحمه الله وبعض العلم إلى أن وجوبها هو يوم العيد، ويجزي قبله بيوم أو يومين كما هو وارد في ذلك آثار عن بعض الصحابة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وجمع من أهل العلم إلى أنها من أول الشهر رمضان، باعتبار أنها مرتبطة في رمضان مرتبطة بالفطر، فإذا وجد السبب فإذا
صحة العبادة فيجوز إخراجه من أول الشهر باعتبار ما تسمى زكاة فطر رمضان أو زكاة رمضان أو نحو ذلك، فهو سببها يبدأ من دخول الشهر. ومن هنا فإنه يرى أن وقت الشهر كله وقت اللي يصح فيه الإخراج، والأحوط أن الإنسان يخرج من الخلاف في هذا ويخرجها يوم العيد أو قرب ذلك اليوم. كما أن وقت وجوبها على الإنسان يعني تعينها هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأن زكاة فطر والفطر يبدأ في أول يوم شوال، أول يوم من شوال وأول يوم يبدأ بغروب الشمس. فلو أنه ولد له ولد بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس في آخر يوم من رمضان يعني ليلة العيد، فهذا لا تجب زكاة الفطر في حقه وإن كانت مستحبة لكن ليست واجبة. لماذا؟ لأنه لم يكن وقت الوجوب موجودا. قال ابن عدي والدارقطني سادة ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، يعني أغنوا الفقراء، بمعنى أنها تخرج، ما يدل على أن إخراجها يكون يوم العيد قبل الصلاة، وهذه علة وإن كانت الحديث هنا ضعيف. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعا من طعام أو ساعا من تمر أو ساعا من شعير أو ساعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو ساعا من أقط. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي داود، لا أخرج أبدا إلا صاعا. هذا أيضا فيه زيادة عما في الحديث قبله من حيث نوع الطعام المخرج، وهو أيضا حديث الصحيح عن أبي سعيد كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام. وقلنا لكم من لفظ الطعام هنا مطلق بحيث إنه يشمل كل أنواع الطعام، الأصل أن يشمل كل أنواع الطعام وإن حملها بعضهم على الحنطة ونحو ذلك، لكن الذي يبدو أن اللفظ أوسع. طبعا وقوله كنا نعطيها هذا له حكم مرفوع، قوله أبي سعيد كنا نعطيها هذا كما هو معروف عند صناع الحديث رحمهم الله وأهل العلم بالحديث أن هذه الصيغة لها حكم المرفوع صاعا من طعام. فالطعام لفظ مطلق يشمل كل أنواع الطعام بمعنى ما يسمى طعاما، يعني ما يعتبر طعاما رئيسيا في عرف كل بلد، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وفي بعض الروايات أو صاعا من أقط. والتمر معروف، والتمر عادة لا يطلق إلا على الجاف، تمر عادة لا يطلق إلا على الجاف، بينما الجديد يسمى رطبا. والشعير كذلك أيضا نبات معروف وحب أيضا من نوع الحبوب المعروفة، والزبيب كذلك هو العنب المجفف كذلك، والأقط كذلك أيضا في بعض الألفاظ الأقط، والأقط هو اللبن المجفف، اللبن المجفف يطبخ ويجفف، اللبن المخيض، اللبن المخيض الحامض يجفف، وهو معروف أيضا يسمى أقط ويسمى مضير. وهذه كلها ذكرت، وهذه بالاتفاق أنها تجزئ في الفطرة من تمر من شعير من زبيب من أقط يخرج صاعا، وقلنا إن الصاع أربعة أمداد، والمد قال هو بملء الكف المعتدل، كف الرجل المعتدل، وهو بالوزن كما قلنا لكم 3 كيلو تقريبا، ما بين 2.5 كيلو إلى 3 كيلو، والأحوط أن يجعلها 3 كيلو حتى يخرج من العهدة. والأرز يجزي كذلك، والذرة إذا كان طعاما في والدخن كذلك إذا كان في عرف بلدي طعاما، فالصحيح أنه يكفي ويجزي. أما إخراج القيمة فذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة باعتبار أنه نظر إلى المعنى، أنه نظر إلى المعنى، ولكن الأخذ بالسنة والتزام السنة، ولو كان الملحوظ المعنى فقط لكان هذا المعنى حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة كان هو أيضا، إذا كان ننظر فقط أنه الحظر للفقير، يعني حتى في العهود السابقة النقد هو قد يكون أمكن في يد الفقير من حيث إنه يتصرف فيه أكثر تصرفا،
لكن حينما جاءت الأسماء هذه وسميت دل على أن الأولى هو مراعاة السنة والتزام السنة فيما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا حق على المسلم أن يخرج نوعا من هذه الأنواع الطعام التي جاءت في هذه الأحاديث. وفي رواية أوصى من أقل قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قول أبي سعيد هذا ينبه إلى رأي رآه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه حينما كان خليفة في الشام. طبعا الحنطة ما كانت معروفة في المدينة أو ما كانت فاشية، فلما ذهبوا إلى الشام وجدوا الحنطة، والحنطة طبعا نوع طعام فاخر، أفخر من الشعير وأفخر من الذرة والدخن ونحو ذلك. فكان معاوية يقول: إني أرى أن صاعا من الشعير يعدل مدين من البر. فكان يقول: يكفي مدين من البر في مقابل صاع من الشعير، بمعنى يرى أن نصف صاع من بر يكفي في زكاة الفطر ويعادل صاعا من شعير أو صاعا من تمر، باعتبار أن البر شيء فاخر. وهو رواية عن في مذهب أحمد أن نصف صاع بر تكفي في زكاة الفطر، لكن أبا سعيد قال: لا، أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صاعا، سواء كان من بر أو من شعير أو من تمر أو من أي نوع من أنواع الطعام. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ولهذا في أبي داود: ولا أخرجه أبدا إلا صاعا، أو لا أخرج أبدا إلا صاعا، بمعنى أنه ولو اختلف الطعام، ولو كان أحدهما أفخر من الثاني أو أحض للفقير أو نحو ذلك، لكن المعتبر هو الصاع بقطع النظر عن نوعية هذا الطعام من حيث الجودة أو الرداء أو نحو ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود بن ماجه وصححه الحاكم. هذا يبين حكمة مشروعية هذه الزكاة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. إذن لها جانبان، الجانب الأول يتعلق بالمزكي والمخرج والمتصدق، فهي طهرة له من اللغو والرفث، يعني اللغو الذي ارتكبه أثناء صومه، وكذلك الرفث، وهو غالبا ما يطلق على الأحاديث المتعلقة بالنساء أو الجماع ودواعيه، بمعنى المتعلقة بالجماع ودواعيه، هذا هو الرفث. فالزكاة هذه طهرة للصائم، وهذا شيء مألوف في فرائض الإسلام، أنه يأتي الإنسان بنوافل بعد الفرائض تتم له فريضته. فالنوافل في الصلاة أيضا هذه مهمته، أنها ترقع ما كان في الفريضة من خلل، وكذلك أيضا زكاة الفطر، وكذلك صيام ست من شوال، فكأنما صام الدهر كله. فحكمة مشروعية زكاة الفطر طهرة للصائم، تطهره وتطهر صيامه وتجعله أقرب إلى الكمال من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وهذه غاية أخرى وحكمة أخرى، وهي إطعام المساكين وإغناءهم في ذلك اليوم. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن وقتها قبل الصلاة، ولا بد أن يخرجها الإنسان قبل الصلاة. وكما ذكرنا قبل قليل أنها واجبة، ويخرج الإنسان من العهدة إذا أخرجها قبل الصلاة. أما إذا لم يخرجها إلا بعد الصلاة، فذهب العلماء إلى أنه يوم العيد أنه وقت للإخراج، لكنه يشبه أن يكون قضاء يخرجها، ولا بد أن يخرجها. مثلا يعلم أن زكاته هذه سوف يعطيها الفقير الفلاني، إما من أقاربه أو من جيرانه، لكنه إما أن يكون غير موجود، هذا الفقير غير موجود، فإن كان له وكيل فيسلمها لوكيله ويخرج من العهدة. ولكن لابد أن 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 حتى يكون إخراجها في الوقت أن يكون أن يخرجها قبل العيد، يعني قبل صلاة العيد،
وإن سلمها إلى وكيله كما قلنا فإن هذا كافي. ولو أنه مثلا نسي أو نام أو نحو ذلك فنقول يخرجها ولو بعد الصلاة، يخرجها ولو بعد الصلاة لأنها بقية في ذمته، فلا بد أن يخرجها ولو فتح عليها يومين فلا بد أن يخرجها حتى لأنها بقية في الذمة، وإن كان مقصر إذا كان مفرط، وإذا كان أما إذا كان جاءه عذر أو نحو ذلك فإنه الأعذار معتبرة شرعا، هذه معتبرة، لكنه حتى ولو فات الوقت فلا بد أن يخرجها. إذن هذا ما يتعلق بزكاة الفطر من حيث اسمها ومعناها وحكمة مشروعيتها ومقدار إخراجها، كما أنها تصرف طبعا للمساكين والفقراء، تصرف للفقراء والمساكين، وبعض العلماء قال أنها تصرف لكل مصارف الزكاة الثمانية، كل مصارف الزكاة الثمانية، ولكن الذي يبدو أنها تصرف للفقراء والمساكين، تصرف للفقراء والمساكين، فالإنسان يتحرى بصدقته الفقراء والمساكين، فإذا ما فعل ذلك فيكون قد أخرجها على وجهها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.